السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض مج الدبابيس اللي انتوا شايفينه ده بقماش الجوخ او الفلت او اللبات بكذا تصميم وكذا شكل. حلو جدا ان انا احفظ فيه دبابيس الطرحه او ابر الخياطه بشكل شيك وانها ما تضيعش وتاذي اي حد. الباترون بتاعنا قطعه مستطيله طولها 19.5 وعرضها 8.5. هنقطعها باي لون احنا بنحبه. انا هستخدم اللون اللبني، ودايرة قطرها 6 سنتي. هقطع منها لونين، لون يكون لون الشاي او المج اللي هو بيج او بني، ولون نفس اللون اللي انا هستخدمه اللي هو اللبني. ونفس قطر الدايرة هقطع منها حوالي التلت بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. والجزء ده انا بحاول معاكو اوضح لكم ايد المج عملتها ازاي، تمام؟ فنفس الدايرة عشان اسهل عليكي خالص هنقطع الجزء الداخلي ده ويبقى هو الباترون بتاع الايد. وهنقطع منه قطعتين بنفس لون القماش اللي انا استخدمته اللي هو اللون اللبني او اللون اللي انت تختاريه. هنا الجزء ده اللي هو خاص بليبل الشاي بقى عرضه 2 سنتي وطوله في اطول مكان 3 سنتي. قطعته بلون مخالف خالص من الالوان ويكون ماتشنج مع الكالر بتاعك. وطبعا هنقطع منه الدبل. نبدأ بقى ناخد اول قطعة اللي هي الجسم الاساسي. انا هنا بطبق لكم على لون تاني خالص اللي هو اللون الاخضر. هتني كده حوالي 0.5 سنتي وهدبس بدبابيس وامشي بغرزة السراجة زي ما انتوا شايفين كده. هتطلع لكم فوق فيديو عن غرزة الباك، غرزة سهلة جدا وتطبيقها سهل. ادخلوا على الفيديو عشان تعرفوا تفاصيل الغرزة لو انتوا ما تعرفوش تشتغلوها. الجزء البيج ده هاخده وابدأ اثبته على الظهر زي ما انتوا شايفين بغرزة بطانية. برضو هيظهر معاكم فيديو لغرزة البطانية لو انت ما بتعرفيش تشتغليها. روحي على الفيديو، مهم جدا لاساسيات غرز الجوخ، هيعلمك حاجات كتيرة جدا. زي ما انتوا شايفين انا بشتغل من على الظهر، همشي على حواف الخط اللبني اللي هو المستطيل اللي انتوا شايفينه مع قطر الدايرة اللي هي البيج او البني اللي انت هتختاريها اللي هو ده لون الشاي او الكابتشينو بقى بتاع المج بتاعنا، تمام؟ خلي بالك انا بمشي على الغرز بتاعة اللبني بالظبط، ما باخرش عنها وما بقدمش عنها عشان الفينشنج بتاعها من فوق يبقى مظبوط وما تبقاش الغرزة واضحة معايا، تمام؟ شايفين انا بشاور لكم ان انا ماشي على الحواف داير ما يدور وعملها بغرزة البطانية. هكمل وارجع لكم. هنا الجزئين بتوع الليبل بقى حطيت ما بينهم فتلة خيط كده ولزقت بشمع عادي خالص جدا، وحطيت فوقها قلب للتزيين كشكل ظريف، او ممكن نكتب كلمة تي بالماركر زي ما انتوا شايفين. اختاري الشكل اللي يناسب ليكي وتحبيه. هنا بقى بعد ما وريت لكم خلصت تقريبا كل الغرز، هقلب القماش. شايفين الفنش؟ شايفين الغرز مش باينة؟ لو انا عديت الخياطة اللبني بتاعت تانية القماش هتبقى باينة من فوق وشكلها مش لطيف وهتضطري تعدي الشغل من اول. هنا انا الجنبين بقى اللي هو الوصلتين بتوع الجنب هبدأ اظبطهم على بعض كده واغرزهم برضو بغرزة استراجة عادي، وارجع اعكس القماش عشان تديني غرزة الباك. معلش الزوم هنا كان مش مظبط فانا اسفة جدا. بصوا هنا كده غرزة استراجة اهيت. هكمل وبعد كده في الاماكن الفاضية هعمل الغرز، ودي ابسط طريقة لغرزة الباك. هيظهر معاكم فوق تاني دلوقتي فيديو غرزة الباك عشان لو عايزة تروحي تتعلمي الغرزة وترجعي تكملي الفيديو بتاعنا. شايفين انا لما قلبت بدأت اعمل غرزة في الاماكن الفاضية، فهي طريقتها سهلة جدا. انا بمشي غرزة سراجة من اليمين للشمال وارجع اعكس من الشمال لليمين ادخل في الاماكن الفاضية. كده انا خلصت خالص الجنب، وتقريبا كده اصعب مرحلة خلصناها في المج. الباقي كله سهل وكله هيبقى لطيف عشان هيبقى فيه الديكوريشن بقى والتزيين والحاجات الجميلة اللي كلنا بنحبها. الجزء ده بس الاول احنا مخيطناهوش طبعا، فده هلزقه بشمع او سوبر جلو على حسب. انا لزقته بصراحة بسوبر جلو عشان الفينش بتاعه بيبقى احلى من مسدس الشمع.
نبدأ بقى نحشي فايبر. احنا كده خلصنا تقريبا، ما عادش اي حاجة خالص غير زي ما قلت لكم ديكوريشن. احشي بقى فايبر على قد ما تقدري، عشان كل ما تحشي هيبقى المجسم مظبوط معاكي ومش فيه فراغ ويبقى شكله النهائي مش لطيف. هنا القاعدة حطيت فيها جزء من الفل عشان يديلها تدعيم يعني، وبعد كده هلزقها بقى، مش هلزقها عفوا، هخيطها بغرزة بطانية مع المجسم داير ما يدور كده بغرزة البطانية. وفوق حالا هيظهر لكم فيديو غرزة البطانية للمبتدئين بطريقة سهلة وبالشرح التفصيلي البسيط اللي سهلك تعليم غرزة البطانية. تمام، هكمل بقى داير ما يدور كده. تمام، هكملها وارجع لكم بقى اوريكم الباقي. هنا خلصتها خلاص، شكلها جميل جدا كده. كل المرحلة الصعبة خلصت، الباقي كله سهل. ده الايدين اللي عملناها مع بعض، غرستها بالبطانية وهلزقها في الجنب. وهنا ده الديكوريشن اللي استخدمه اللي هو وش الارنب بقى. هعمل وش ارنب عشان بصراحة شكله لطيف قوي. قطعتين عادي قطعتهم وحطيت عليهم جزء من اللون البينك، وفي الجنب ده هنلزق الايد بالسوبر جلو. وحاولي تنسقي الودنين بتوع الارنب على جنب بالظبط، ما يبقاش فيه تباعد في المسافات عشان يبقى الفيو النهائي حلو. ده جزء مثلث حطيته اللي هو بق الارنب او الباندا، مش عارفة بصراحة، هو مدي شوية على ارنب وشوية على باندا. وهنا خرز لولي نص لونه اسود عشان يبقى العيون. ثبت كل ده طبعا بالشمع، والايدين ثبتها بصراحة بسوبر جلو عشان الفينش بتاعها بيبقى حلو. وده السوبر جلو اللي انا استخدمته، سعره بسيط مش غالي قوي. ثبت بيه الخرز برضو عشان ما يقعش. وبالقلم الماركر بدأت ارسم الجزء الاسود اللي على بق الباندا اللي انتوا شايفينه ده بكل سهولة جدا. الماركر ده ثابت وما ما بيطلعش من الغسيل ومش بيبقع، فشكله بيبقى لطيف جدا. ممكن تستعوضي عن رسم الماركر بغرزتين من اللون الاسود. هنا عملت بقى الرموش، كل ده فينيشنج تقدري تعمليه وتصمميه. تمام، ده كده تقريبا شكله النهائي. هبدأ اعمل له رمشين كده عشان يديله جمال. على فكرة التزيين ده بيخليه هو وشه كيوت او وشه شرير على حسب، فانتي خلي بالك من النقطة دي عشان التصميم ما يضيعش منك في النهاية ويبقى شكله طالع شرير بقى وبيخوف. تمام، هنا هجيب الجزء بتاع الليبل الشاي. لضمت الخيط في ابرة وهبدأ ادخله في المكان المناسب جنب البق والعيون. ممكن تدخليه قبل ما نقفل خالص من تحت وتلزقيه بشمع من جوه، بس انا بحبه في النهاية عشان ابدأ اظبط شكله قريب من شكل الوش يعني زي ما انتوا شايفين. طيب ممكن حد يقولي لو انا شديده هيطلع في ايدي، فانا هثبته من فوق خالص كده بسوبر جلو. هوريكم مكان التثبيت فين، بس بداري بس بقيت طرف الفتلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بظهر الابرة وبس كده. خلاص معلش موجودة معانا، شايفين من فوق. هنا بقى هحط نقطة سوبر جلو بسيطة والزق، وده الفينش. هنحط بس روجا جو وهتشوفوا الشكل النهائي جميل. لو عجبكم رجاء ما تنسوش تعليق منكم جميل كده بيحفزني، ولايك بقى للفيديو وشير لكل اصحابكم واشتراك لو انتوا جداد على قناتي. وشكرا ليكم على حسن الاستماع والمشاهدة، ومع السلامة.